فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الاحتفاظ بمجسم للكعبة علما بأنني لم أشتره ولكن قد أهدي لي؟ لا يجوز هذا، وهذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن المجمع الفقهي بمنعه، لأن هذا يروج على العوام والجهال، فيعتقدون أن فيه بركة وأن فيه كذا وكذا، فلا يجوز هذا. نعم.